تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. ونريد أن نتحدث في حلقة هذا اليوم أيها الأحبة الكرام عن أشياء أخرى مرتبطة برمضان وهي في انتظارنا، علينا أن نستعد لها، وخصوصا زكاة الفطر. فبعد ليلة القدر المؤمنون والمؤمنات يستعدون لأداء زكاة الفطر، فرمضان يمتزج فيه الجانب التعبدي مع الجانب الاجتماعي، لأن ربنا عز وجل يريد فيه أن تكون هناك العبادة والطاعة وأيضا تحقيق التكافل الإسلامي بين المؤمنين والمؤمنات، حتى يشعر المسلم بأخيه المسلم، خصوصا الفقراء وذوي الحاجات. لهذا ربنا عز وجل أراد أن تكتمل الفرحة ففرض على المؤمنين والمؤمنات زكاة الفطر. هذه الزكاة هي معناها النماء والطهارة والبركة. نقول زكى الزرع إذا نما وزاد وكثرت بركته، فنحن نؤدي زكاة الفطر لأن الله تعالى يريد أن يتقبل منا هذا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويزيدنا من فضله وينمي لنا هذا الأجر والتواب، ويطهرنا من الرفث والفسوق ويزيدنا بركة. وتسمى زكاة الفطر لأنها من الفطرة، الفطرة من الخلقة، والفطرة تقتضي أن يكون هناك التراحم، وتقتضي أن يكون هناك التعاون بين خلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وزكاة الفطر أيها الأحبة الكرام هي فيها أجر وثواب عظيم، حتى قال ربنا عز وجل: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وعدنا ربنا عز وجل بالفلاح، ووعدنا بالزيادة والنماء والطهارة والبركة. هذه الزكاة هي تحمل معاني التضامن والتكافل الاجتماعي، فرضها ربنا عز وجل لما فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، لما هاجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمون من مكة إلى المدينة. في السنة الثانية ربنا فرض علينا صيام رمضان، ومباشرة فرض ربنا تعالى علينا زكاة الفطر على كل مسلم، كبير أو صغير، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. وجعل ربنا صيامنا وقيامنا يبقى معلقا بين السماء والأرض حتى تفتح له أبواب السماء زكاة الفطر. فهذه الغاية، فيها واحد نوع من التحفيز، كل ما فعلناه هذه الفترة المباركة من صيام نهار رمضان وقيام لياليه وختم القرآن وكل ما قمنا به من أعمال البر والإحسان، كلها تبقى موقوفة حتى نخرج زكاة الفطر، فتبقى معلقة بين السماء والأرض. فلما نخرج زكاة الفطر ربنا يفتح أبواب السماء، فتصعد كل هذه الأعمال إلى بارئها وتقبل بإذن الله تعالى، فينميها ويزيدها، حتى إذا كان يوم القيامة وجدت جبالا كجبال مكة ورأيت تلك الجبال هي حسناتك، ربنا يقول: نميتها لك، تقبلتها منك في الدنيا ونميتها لك، وهي الآن هي من نصيبك في الآخرة. الله سبحانه وتعالى أراد من ديننا الإسلامي أن يكون دين العبادات ودين المعاملات ودين العمل الاجتماعي، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبين لنا الغاية التي من أجلها فرضت هذه الزكاة المباركة في حديث واضح. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذا الحديث النبوي الشريف المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين بأن زكاة الفطر إنما شرعت لتعالج أمرين مهمين. الأمر الأول هو طهرة للصائم وكفارة له مما يقع فيه من اللغو ومن الرفث. والرفث معناه هو الفحش في الكلام ومقدمات الجماع كالبصر وغيرها. يعني قد يقع للمؤمن اللغو اللي هو القيل والقال، والرفث يعني هو عبارة عن فحش الكلام أو مقدمات في الجماع كالبصر وغيرها. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يطهرنا تطهيرا من كل هذه الشوائب. وشرعت أيضا أيها الأحبة الكرام هذه الزكاة، زكاة الفطر، لهدف اجتماعي، وهو أن تسد خلة الفقراء وتشعرهم بالسعادة يوم العيد وتغنيهم عن الطواف. لأن بعض الفقراء يضطرون للطواف إذا احتاجوا، فربنا عز وجل نهاهم وأراد أن يغنيهم عن السؤال الناس وطلب مساعدتهم. ربنا أراد من الغني هو الذي يبحث عن الفقير، وليس الفقير يبحث عن الغني. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطواف هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف هذا اليوم. فالغرض منها هو تعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين ولكل الناس، حتى لا يبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى طعام أو شراب أو قوت. كل الناس وكل المسلمين ينبغي يوم العيد أن تكون لهم الفرحة. للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. ومن مقاصد الدين الإسلامي أن يكون يوم العيد متميزا، أن يكون المجتمع كله يلبس أجود اللباس ويأكل أحسن طعام، ويكون الناس في راحة وطمأنينة، وأن يكونوا جميعهم يشعرون بالسعادة، وأن يكون الفرحة تعم على الجميع. حتى إن بعض السلف الصالح كانوا يعطون لليهود والنصارى ممن كانوا في المجتمع الإسلامي. فتاريخ الإسلام معروف بأن هناك طوائف دينية تعيش بين المسلمين، وقد يكون من بينهم فقراء يهود أو نصارى. فكان المسلمون الأوائل يعطون لكل الفقراء ولا يستثنون، حتى أصحاب الطوائف الدينية يعطونهم مما أعطاهم الله إذا رأوهم محتاجين. لأن ربنا عز وجل أراد أن يكون يوم العيد يوم فرحة وسرور لكل المسلمين بل ولكل الناس. هذه الزكاة أيها الأحباب الكرام نريد أن نؤكد بأنها ليست كزكاة المال. فالزكاة المال كتكون على الممتلكات، أما هذه فتكون على الرقاب، على الأشخاص. لأن زكاة المال هذه خاصة بالأثرياء جدا الذين ملكوا المال وبلغ النصاب، عليهم أن يخرجوا منه. أما هذه تسمى زكاة الأبدان لا الأموال، زكاة الأبدان على الرقاب، يعني على الأفراد. فربنا عز وجل لم يشترط في وجوبها أن يكون الإنسان بالغا ولا أن يكون غنيا ولا أن يكون عاقلا، لأن زكاة الأموال لابد أن يكون الإنسان غني. وفي باقي الأحكام الشرعية من عبادات وتكاليف لابد أن يكون الإنسان عاقل لا مجنون، وأن يكون بالغ لا طفل صغير. إلا أن زكاة الفطر تسمى زكاة البدن، زكاة الرقاب، هي مفروضة على الجميع، لا يشترط فيها وجوب العقل ولا البلوغ ولا الغنى، وإنما كل رأس خصو يخرج القدر ديال زكاة الفطرة. قال عنه صلى الله عليه وسلم:
أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى. وهذا إشارة إلى أن حتى الفقير يؤدي الزكاة، حتى الفقير يؤدي الزكاة عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده. الغني يزكيه الله، والفقير الله يرد عليه أكثر مما أعطى، لأنه إذا أعطى فإن الله تعالى سوف يجعل الأغنياء يبحثون عنه ويعطونه فيكثر عطاؤه ويعطي مما أعطاه الله تعالى، فكتكون هذا الخير يدور على الجميع. هذه الزكاة أيها الأحبة الكرام ينبغي أن تخرج من أفضل ما يخرج الإنسان، لأنها زكاة تكون طاهرة، تكون طيبة ومباركة، يخرجها المسلم عن نفسه أولا، وعن زوجته، وعن أولاده، وعمن تلزمه نفقته من الأقارب، إذا كان عنده والدين فقيرين يعيشون معه، أو عنده أولاد ذكور بلغوا البلوغ وكانوا عاجزين عن الأداء والكسب، فإنهم أيضا يؤدي عنهم. والبنات قال العلماء حتى يتزوجن، البنات تؤدي عنهن حتى يتزوجن، لأن المرأة كتبقى دائما الفتاة هي النفقة على والدها إلى أن تنتقل إلى زوجها. فالإنسان يؤدي هذه الزكاة على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، ولكن عنده الخادم، عنده واحد خادم أو خادمة يعيش معه في البيت أيضا يخرج عنه، ولكن عنده والدي فقيرين معه يخرج عنهما. أما الأولاد الكبار قالوا العلماء إذا كان كبير وكيكسب يخرج عن نفسه، والبنت كتبقى حتى تتزوج. في حين أن إذا كانت المرأة حامل فالحامل لا نخرج عنه الحمل، هذا الذي في البطن لا نخرج عنه زكاة الفطر إلا إذا ولد تلك الليلة واستهل بالصياح. وقد يكون بعض الناس عندهم ظروف ساقة لا يستطيعون إخراجها، فلا حرج عليهم، خصوصا إذا كان الرجل معسرا، كان الرجل معسر ولم يكن عنده قدرة على الإخراج، فربنا عز وجل ندب أن يعوضها بالذكر والاستغفار، ولكن أكيد أن رحمة الله واسعة. هذه الزكاة أيها الأحباب الكرام ينبغي أن نخرجها. متى نخرجها؟ في آخر رمضان نخرجها، من السنة أن نخرجها بعد غروب آخر يوم من أيام رمضان، وتخرج قبل صلاة العيد. العلماء قالوا بأن فيها ثلاث أوقات، هناك وقت مسنون، وهناك وقت فيه الجواز، ووقت فيه التحريم. أما الوقت المسنون اللي هو من السنة النبوية الشريفة هو أن نخرجها قبل صلاة العيد، وذلك أن يكون في آخر يوم من رمضان لما تغرب الشمس. غالبا العيد هذه السنة سيكون يوم الاثنين بإذن الله، وآخر يوم من رمضان غادي يكون يوم الأحد. السنة هي أن نخرجها هي يوم الأحد بعد غروب الشمس، انتهى رمضان، هذا هي السنة، يسمى الوقت المسنون. وهناك وقت الجواز، العلماء قال لك يجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة، يجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة. لماذا؟ حتى يتسنى للإنسان أن يتبضع، الفقير لما أعطيه هذه الزكاة يستطيع أن يصرفها لشراء لوازمه. وحتى قال بعض أهل العلم أن هذا الوقت الجواز صار هو المسنون نظرا لمقاصد الشريعة. إذا أعطيت الإنسان المال في آخر وقت ربما لا يستطيع أن يشتري به ما يريد من مواد غذائية ولوازم العيش، لكن إذا أعطيت له قبل ثلاث أيام أو أربعة أيام فيستطيع أن يتبضع ويستطيع أن يذهب إلى السوق ويشتري لوازمه. بل هناك من العلماء من قال إذا كانت هناك ظروف استثنائية يجوز إخراج زكاة الفطر ربما حتى أسبوع أو أسبوعين قبل موعد العيد، لأن الغاية والقصد فيها أن ينالها الفقير ليقضي بها حوائجه. فهناك وقت مسنون وهناك وقت الجواز.
وهناك وقت محرم. الوقت المحرم هو إخراجها بعد صلاة العيد بدون عذر قاهر، هذا يسمى وقت محرم، كتكون صدقة من الصدقات. هكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنهم يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. وهذه الزكاة أيها الأحبة الكرام مقدارها هو عن كل شخص ينبغي أن يؤدي يخرج صاعا نبويا. الصاع النبوي هو أربعة أمداد، أربعة أمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وتخرج من غالب قوت أهل البلد. قد يكون قوت أهل البلد كما في المغرب مثلا عندنا القمح والشعير والذرة، في بعض البلدان الخليجية عندهم الأرز والزبيب، وهناك من عندهم الأقط والتمر، فكل بلد يخرج من غالب قوتهم. نحن في الغالب نخرج من القمح والشعير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المعنى كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. السؤال الذي دائما يطرح في مثل هذه المناسبة: هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا أم لابد أن نخرجها من المواد الغذائية؟ بعض العلماء قالوا بأنه لا يجزئ إخراج قيمتها نقدا، لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، وقالوا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أن أخرج قيمتها نقدا. هذا رأي عند بعض الفقهاء، في حين هناك فريق آخر من أهل العلم ومن أهل الفقه والحديث والمقاصد قالوا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطرة العينية. وقالوا: لماذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجها نقدا؟ قالوا: لأسباب، من بينها أن العرب في ذلك الزمن كانت النقود عندهم قليلة، ندرة في النقود عند العرب، فكانوا يتعاملون بالمواد الغذائية، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس، أن تعطيه الطعام أيسر على الناس في ذلك الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في إشارة أن في زمننا هذا صار العكس، العكس هو أنك إذا أعطيتها نقودا كان أيسر على الموسر وأنفع للمعسر. لما تعطي هذه الزكاة وأنت من أهل الأعطاء سيكون الأمر بالنقد أيسر عليك، والفقير سيكون أنفع له أن يأخذها نقدا، لأن المقاصد للشريعة الإسلامية تنظر إلى التغير والتجدد الذي يقع في واقع الناس، فواقع الناس تغير الآن، صارت المعاملة أكثر بالنقود، أيام زمان النقود كانت قليلة، فتغير الواقع يؤدي إلى تغير الحكم. فالعلماء قال لك لا حرج، بل الأنفع أن نخرجها نقدا. ولهذا الهيئات الشرعية المعتبرة سواء ببلادنا المغرب أو بباقي البلاد الإسلامية كلهم أفتوا بأن نأخذها، أننا لا بأس أن نؤديها نقدا وهو الأفضل. ومقدارها يتغير. لماذا نقول نقدا؟ لأن تبين بأن بعض الناس لما نعطيهم الزكاة من خلال القمح أو الشعير فإنه يتراكم عنده قمح كثير والشعير كثير، وهو لن يأكل فقط القمح والشعير، يريد أن يأكل حلويات، يريد أن يأكل لحوم، يريد أن يأكل فواكه، يريد أن يؤدي فاتورة الماء والكهرباء، يريد أن يؤدي واجب الكراء، يريد أن يؤدي تذكرة النقل. كل هذه الأشياء إذا لم تكن متوفرة فماذا يفعل بكل هذه الكمية الكبيرة من القمح أو الشعير أو الذرة أو الزبيب أو التمر؟
فالمقاصد الشرعية تقتضي أن نعطيها نقدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن المسألة في يومهم هذا. مقدارها هو يختلف من عام لعام، ويختلف من بلد لبلد حسب غلاء الأقوات أو رخصها. هذه السنة رأي المجلس العلمي الأعلى في بلادنا المغرب رأى بأن مقدارها قد ازداد، نظرا لأن هذه السنة كما تعلمون جميعا هناك غلاء في الأسعار، ومن ثم فالقيمة النقدية التي تم الاتفاق عليها وهي مبلغ 20 درهم، 20 درهم لكل رأس، يعني للزوج والزوجة ولأولادهم الكبار والصغار الذكور والإناث ومن معك في البيت من خادم، وإذا كان عندك والدين كبيرين، وإذا كان عندك ضيف مقيم عندك مدة طويلة تخرج عن كل رأس 20 درهم. أما إذا كان الأمر بالدقيق أو دا فهو كيلوغرامان ونصف، كيلوغرامان ونصف من الحبوب أو الدقيق، ولكن الأفضل أن نخرجها نقدا، والإنسان هو يختار ما يراه مناسبا. ثم أن هذا الخضر 20 درهم قد يبدو بأنه قليل، لكن إذا نظرنا بأن العالم الإسلامي اليوم فيه ما يزيد عن 1,500,000,000 نسمة، سوف نخرج جميعا هذا 1,500,000,000 نسمة هذا القدر من المال، فإنه سيصير ثروة كبيرة جدا ممكن أن نقضي بها للفقر، لأن هناك بعض الفقراء قد يتوفر لديه خلال هذا الفترة، ربما قد يحصل على 10,000 درهم أو 20,000 درهم، هذا يعطيه من هنا والآخر من هنا والآخر من هناك والآخر من هناك، فتتجمع عنده واحد الكمية كبيرة من المال ممكن أن يستطيع بها قضاء حوائجه الضرورية في الحياة. فرغم أن تبدو أنها ثمن قليل 20 درهم للرأس، لكن إذا نظرنا إلى الكمية فهي كتلة مالية كبيرة جدا. طبعا العلماء قالوا من أراد أن يتطوع بأكثر من ذلك فله ذلك، لقول الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. كاين بعض الصلحاء ما كيعطيش 20 درهم، كاين كيعطي 50 درهم، 100 درهم، 1,000 درهم، كاين اللي ربنا يسر له، فكلما زاد منهم من قال لابد أن نتقيد. هناك فقهاء أيضا عندهم المنهج الظاهري في فهم النصوص، قالوا ينبغي أن نتقيد بالمقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد عليه، ولكن المقاصد تقول أغنوهم في يوم ذاك عن التسول، أغنوهم، والغنى ممكن أن نزيده أكثر مما هو مقرر، فهذا كله من فضل الله، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهذه الزكاة تعطى للفقراء وتعطى للمساكين وتعطى للمؤلفة قلوبهم وتعطى للرقاب وللغارمين وفي سبيل الله، كل هؤلاء الذين نص عليهم القرآن العظيم تجوز في حقهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه سنة نبوية شريفة وفريضة ربانية، الغاية منها هي أننا في هذا العيد السعيد نسعد كل الفقراء والمساكين ولا يبقى بيننا فقير أو محتاج. بعد هذه الفريضة التي فرضها الله علينا جميعا زكاة الفطر، تنتظرنا أيضا أيها الأحبة الكرام واحد حدث آخر سعيد جدا، وهو فرحة العيد وصلاة العيد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.